امرأة تعرضت للتحرش وهي صغيرة، بعدما كبرت وأصبح لها أبناء أصبحت تخاف عليهم من أقرب الناس. لا انتبهي، لا انتبهي، لا يصير عندك ردة فعل. هذه مثل اللي مسكينة ما تعلمت لغة الإنجليزية، راحت دخلت عيالها مدارس أجنبية وسفرتهم برا ورجعوا مدمنين مخدرات. اي أنا عندي هذه الحالة، عندي إياها. أقول لها أنت مودية، عندها 6 أولاد مودتهم كلهم دولة أوروبية، يتعلم شو اسمه، يكملون تعليم عالي. ليش؟ تقول أني أنا عندي عقدة لغة إنجليزية. قلت ما بيها العقدة تصير عندهم. قلت لها طيب يا ماما، أنت الحين ما درستي الحالة، مو كل إنسان يرسل للخارج. في أولاد نثق فيهم نرسلهم للخارج، في أولاد لا، على كيف عفريت. هذول بس يدورون الغلطة، يدورون الشمة، يدورون هذول ما نرسلهم برا. أو إذا بنرسلهم في الخارج يكون معاهم أحد، مو خذوه فغلوه. فأنت لما يصير عندك عقدة لا تروحين تبي تكملين فيها عيالك. لا، عندي واحد من الآباء تاجر كبير، يا بولده عندي، الولد خريج بزنس ودا باريس يدرس، أخذ شهادة بزنس، رجع قال له يا يبا هذه الشهادة، أنت فرحان؟ قال له فرحان. قال له شكرا، أنا ما بيشتغل بزنس. قال له الحين تعبت عليك وأنا عندي شركات وخير، وبيك يا ولدي من جماعة البز. قال لا والله أنا أحب الطبخ، أبي أصير طباخ. واختلف الأبو مع الولد، هذا يبي تجارة وهذا شبي طباخ. قوم الأبو ياب الولد عندي في المكتب، قال شوف أكلمة عسى الله يهدي. قلت له شفيك؟ قعدت مع، قلت حق الأبو اطلع برا، قعدت مع الولد شفيك؟ قال صراحة صراحة الشهادة من باريس جبتها من السربون عشان أبوي بس، ولا أنا ما أحب البزنس، أنا أحب الطبخ وأحب أكل. قلت طيب يعني أنت إيش تبي؟ شايف أبي أطبخ. قلت زين عندك مشكلة لو أبوك يفتح مطعم أنت تطبخ فيه؟ قال لا ما عندي مشكلة. قلت زين، كان نادي الأبو قلت تعال، أنت مو تبي بزنس؟ شايف يقول إيه. قلت زين أنت عندك سلسلة مطاعم؟ قال لا والله ما عندي. قلت طيب افتح مطعم، خلى ولدك طباخ فيه وانت استفيد ماليا. جاي يقول ها، بس شلون الناس تعرف انا ولدي طباخ؟ قلت له هو يطبخ بالمطبخ ما حد يدري عنه، سوى المطبخ سري مثل باب الخزنة تجوري ما حد يدخل. وهذا ما كان، والآن عندهم 7 أفرع مطاعم. فإذا مرة ثانية، مو كل عقدة عندنا نبي نغرسها في أولادنا، لا مو صحيح.